الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه صدق الله العلي العظيم. العالم يسير نحو خطر عظيم جدا، كل يوم يمضي البشرية تتجه نحو الخطر أكثر من قبل، لأن المجال المعنوي والمجال الروحاني باستمرار يضعف في الإنسان وفي البشرية بصورة عامة. وعلى خلاف ذلك في المجال المادي البشر باستمرار يصعد. ماديات أكثر، معنويات أقل. ما الذي يسببه هذا الخلل في التوازن؟ تصوروا أن البشر عندما تقل المعنويات والروحانيات فيه يكون أشبه ما يكون أجلكم الله على الحيوانات. عندما لا توجد أخلاقيات، عندما لا توجد معنويات، ما الفارق بين هذا الإنسان وبين سائر الحيوانات أجلكم الله؟ فيصبح البشر شيئا فشيئا أشبه ما يكون بالحيوانات بالوحوش وبقدرات ضخمة. لاحظوا الخطر الشديد، وحشي أجلكم الله بقدرات كبيرة، وحشي يمتلك قنابل ذرية، كم الخطر يكون كبيرا؟ الإنسان المتوحش إذا كان يملك سيفا فهو يشكل خطرا على الناس، كيف إذا كان يملك قدرات هائلة؟ ف
فالخطر كلما تمضي أيام الدنيا الخطر يكون أكبر. فيما مضى لم يتمكن أحد من المصلحين أن يبسط العدالة في عالم البشر ولا مرة واحد. هذا فيما كان الخطر أقل، فيما كانت المعنويات إجمالا أكثر والقدرات المادية أقل. كيف في المستقبل والمعنويات تنزل تصل إلى أدنى مستوياتها والقدرات كبيرة؟ في الماضي ما تمكن أحد أن يبسط العدالة، كيف يتمكن أحد أن يبسط العدالة في المستقبل؟ خصوصا أن الذي يريد أن يبسط العدالة يلزم أن تكون له قدرات كبيرة، وإلا كيف يبسط العدالة بدون قدرات؟ والقدرة هي مشكلة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بدون قدرة المصلح لا يتمكن أن يصلح، لا يتمكن أن يبسط العدالة. بقدرة المصلح هو يفسد. طبيعة الإنسان هكذا. هذه الآية المباركة تذكر طبيعة واضحة للبشر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. جهة، فئة، شخص يريد أن يبسط العدالة، بدون قدرة لا يتمكن، مع القدرة هو يفسد. كيف يبسط العدالة؟ قلت ذلك حتى نعرف أن الذي سيأتي ويبسط العدالة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كم يملك من قدرات وفي نفس الوقت كم يملك من ارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى. هذه المعادلة التي ذكرتها لكم ليست معادلة مأخوذة من نص شريف أخذا اعتقاديا بالنص، لا، قضية عقلانية. لا شك في أنه سيأتي المصلح، هذا لا يشك فيه عقلاء البشر، ولكن المعادلة جدا صعبة، المهمة جدا كبيرة. بسط العدالة في كل عالم البشر، وعالم البشر يتسع. سابقا البشر كان مؤلفا من اثنين ثم أربعة ثم كذا. أين هذا البشر، هذا العدد الكبير من البشر الذي يحتمل بعض العلماء أن عدد البشر اليوم أكثر من كل الأموات من البشر؟ العدد الحاضر اليوم على وجه الأرض، البعض يعتقد أن عدد البشر الأحياء أكثر من عدد البشر الأموات في كل العصور، يعني من زمن آدم إلى يومنا هذا، البعض هكذا يعتقد. هذا العدد الكبير، هذا الفساد المستشري في كل المجالات، هذا الانحطاط في الأخلاقيات في المعنويات، أية مهمة كبيرة. في السابق ما تمكن أحد أن يحقق هذه المهمة، ولكن سيأتي من يحققها بقدرات كبيرة ربانية وبارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى. ولكن متى سيكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قدر
أن يكون ذلك بعد 70 سنة من هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في السنة 70 الهجرية. ولكن البشر ارتكبوا جريمة نكراء صارت واقعة عاشوراء. الله سبحانه وتعالى غضب على البشر، أجل ذلك 70 سنة ليتم ذلك في 140 للهجرة. دخل المؤمنون في هذه المرة إلى امتحان، امتحان لعل البعض منا لا يراه صعبا ولكنه كان صعبا. ألقي هذا الخبر إلى بعض خواص المؤمنين. خواص المؤمنين يعني من؟ يعني خيارة الناس. وذكر لهم أن هذا سر لا تفشوه، فأفشوا السر. إذا خواص البشر ما كانت لهم قابلية حفظ سر هذا البشر، يستحق أن يصلح أمره؟ الله سبحانه وتعالى أجل ذلك بعد أن أفشوا خواص المؤمنين هذا السر، أجل إلى وقت غير محدد. ولكن منذ حصل هذا التأجيل وإلى يومنا هذا، بين فترة وأخرى نسمع ادعاءات، أصوات، نرى أشخاص يدعون ادعاءات كاذبة في هذه القضية المهدوية المباركة النزيهة، ادعاءات كاذبة منذ زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ادعاءات كاذبة في قضية المصلح. في 30 سنة الأخيرة بمقدار ما أتذكره أنا أكثر من 10 موارد أنا أتذكرها، أحدهم ادعى أنه الوكيل الوحيد المطلق لمولانا وسيدنا بقية الله أرواحنا فداه. الآخر ادعى أنه قد ظهر الإمام أرواح العالمين فداه الظهور الأصغر، حسب تعبيرهم فئة كانوا. الظهور الأصغر يعني ماذا؟ فسروه بأنه ظهور لبعض الشيعة، وكانوا يذهبون إلى بعض الأشخاص ويقولون أنت اختارك الإمام أرواحنا فداه لنبلغك أنه قد حصل الظهور الأصغر. ثالث ادعى أنه بارتباط وثيق، هناك ارتباط وثيق بينه وبين الإمام، يلتقي بالإمام يوميا. الآخر ادعى بأنه، لعل بعض الادعاءات بالنسبة إلينا مضحكة ولكن هذه كانت، ادعى أنه في الأسبوع 6 أيام هو وكيل الإمام وفي يوم الجمعة يصبح هو الإمام. هذا من المقدار الذي أنا أتذكر. الآخر ادعى أنه اليماني، الآخر ادعى أنه ابن الإمام، وموارد وموارد. ويأتي كل منهم بأمور يتصوره السذج من المؤمنين بأنها معاجز، ويبقى مدافعا عن حدوث هذه المعاجز من الشخص الفلاني.
وبعد فترة عادة وجيزة يكتشف نفس هؤلاء السذج الذين انخدعوا بهؤلاء أنها كانت خدعة، أنها كانت حيل خفيت عليهم. يخرجون من حفرة ليسقطوا في حفرة ثانية، يخرجون من شبك هذا المفتري الكذاب إلى شبك مفتري آخر. حقا عجيب، هذا من عجائب البشر بصورة عامة، كلامنا ليس عن بقية البشر، عن المؤمنين عموما. أي إنسان ادعى أي ادعاء، أي ادعاء أقول، اجتمع حوله مجموعة من البشر يصدقونه، أي ادعاء أكبر من ادعاء نفي البديهيات. السفسطائيون من هم؟ ينكرون كل البديهيات. تقول له الآن النهار، يقول لا هذا خيال. تقول له أنت موجود، يقول لا هذا خيال. ينكرون السفسطائيون، ينكرون كل البديهيات. تعلمون فئة كبيرة من البشر، لعله اليوم عددهم يتجاوز 1,000,000 من البشر، يعتقدون بهذه العقيدة. بشر عجيب واقعا، ما من عقيدة فاسدة إلا وهناك بعض يصدقونها. كلامنا ليس عن غير المؤمنين، كلامنا عن المؤمنين. لماذا المؤمن ينخدع؟ ينخدع ويدافع. أنا رأيت بعضهم، وبعضهم ليس هؤلاء المنخدعون طبعا بأولئك الكذابين، هؤلاء المنخدعون بعضهم ليست قضية مصلحة، لا واقعا ينخدع. عجيب. يعني معرفتنا بالقضية المهدوية المباركة المهمة، هذه القضية الكبيرة، معرفتنا بهذه الدرجة الضحلة الضعيفة، ننخدع بهذه الادعاءات؟ أليس من القبيح على المؤمن أن لا يفرق بين الكذابين وبين ذلك المولى الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأرواح العالمين فداه؟ يعني هؤلاء الكذابون يشبهون ذاك، ذاك الطاهر الأطهر الصادق ابن الصادقين؟ نخلط الأمور هكذا؟ يعني والمؤسف أكثر من ذلك أن هؤلاء الكذابون الذين ادعوا ادعاءات بالمقدار الذي أنا رأيت، كانوا جهلة، جهلة، وأنتم صدقتموهم. كيف إذا كان عالما كاذبا جاهل وأنتم تنخدعون به؟ إذا كان عالما دجالا كاذبا ماذا كنتم تصنعون؟ خلاص كانت القضية تنتهي للأخير. لماذا نلوم الواقفيين؟ الواقفيون انخدعوا بعلماء كذابين. علي بن أبي حمزة البطائني كان عالما كذابا، زياد القندي كان عالما كذابا، عالم يحرف الناس، معقول عالم كذاب؟ العالم عنده قدرات كبيرة علمية. الآن صار المؤمنون بعضهم ينخدعون بجهال كذابين، كم هو قبيح هذا؟ لو كان هؤلاء المدعون علماء لعلنا كنا نعذر بعض الذين انحرفوا بسبب هؤلاء، أما جاهل يخدعك؟ يعني مستوانا وصل إلى درجة دانية جدا من المعرفة في هذه القضية، وهذه القضية الحساسة. ماذا نصنع؟ أهل البيت قالوا ماذا تصنعون؟ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، يعني ماذا؟
قرأت لكم قبل أسابيع لعله، والرواية مشهورة، روايات صحيحة عن الإمام الصادق بأسانيد صحيحة أكثر من سنة صحيح. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأفراد مختلفين في جلسات مختلفة، القضية ما كانت قضية واحدة، أكثر من قضية، أكثر من شخص سأل من الإمام عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال ماذا نصنع في تلك الفترة الصعبة، لأن الإمام أرواحنا فداه بيّن أن الفترة ستكون صعبة، ماذا نصنع؟ قال عليكم، أو مضمون الرواية الشريفة، تمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين الآخر. عندكم أشياء، أنتم عندكم روايات شريفة، تمسكوا بهذا الشيء إلى أن يتبين. قضية الإمام أرواح العالمين فداه ليست قضية تبقى قضية مجهولة، ستكون قضية واضحة جدا. ذكرت لكم أيضا الرواية الشريفة، الإمام عليه الصلاة والسلام مضمون الرواية الشريفة يقول قضية الإمام أرواحنا فداه ستكون، الإمام الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه، أنها ستكون أوضح من الشمس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتظر، تمسك بما في يدك، امشي على درب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى يتضح. انتظر الفرج، كن على استعداد، احدى الاستعدادات الاستعداد الفكري. انا اجهل من قضية الامام بهذا المستوى، انحرف بجاهلين، انخدع بجاهلين، وفيما بعد اعرف هؤلاء الذين انحرفوا عادة بعد فترة عرفوا، الذين ما كانت لهم مصالح واقعا انحرفوا انحراف فكري، عرفوا انه كله كان كذبا في كذب دجل. لا تبقى، لأنه وراء هذه الانحرافات جاهل، الجاهل لا يتمكن أن يجعل الانحراف مستمرا، لو كان وراء هؤلاء عالم كاذب كان الانحراف يستمر، ولكن هؤلاء جهال لا يعرفون لا يتمكنون، فبعد فترة انقشع. انتظر حتى تسمع نداء من عين الشمس، يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد. سيأتي يوم إن شاء الله نحن نسمع هذا الصوت وهذا النداء، إن شاء الله يكون قريبا. جبرائيل هو أول من يبايع الإمام أرواح العالمين فداه، ثم يجعل جبرائيل رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس، وينادي بصوت يسمعه كل البشر، ينادي بهذه الآية المباركة: أتى أمر الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ننتظر هذا النداء، ننتظر تلك الأيام الواضحة. أي ناعق نعق صاح نجتمع حوله عن ماذا؟ جاء بكلمات عادية خدع مؤمنين، عجيب هذا. انتظار، تثقيف النفس، انتظار الفرج فكريا، انتظار، انتظار الفرج نفسيا، انتظار الفرج عمليا. أفضل أعمال أمتي، أفضل النبي صلى الله عليه وآله يقول، الإنسان يكون منتظرا متهيئا. إحدى التهيئات تهيئ فكري، نقرأ الروايات الشريفة، نحضر المجالس التي يذكر فيها الإمام أرواح العالمين فداه، حتى نفهم هذه الأمور العادية إذا ما كنا نفهمها. لا يحتمل أن يأتي عالم كذاب ويحرف الناس، نعم يحتمل، علي بن أبي حمزة البطاني كان وادعى المهدوية للإمام موسى بن جعفر كذبا وزورا بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر، كان وحرف،
هذا الاحتمال موجود إذا ما كنا متهيئين، بعضنا يذهب والعياذ بالله تعالى. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة. الميمونة المليئة بالمعنويات، المليئة بالروحانيات، ذكرى ميلاد خاتم الأوصياء لخاتم الأنبياء، ذكرى ميلاد أشبه الناس بسيد الأنبياء وأشبه الناس بسيد الأوصياء، ذكرى ميلاد من هو الحسن والحسين، من هو زين العابدين، من هو الإمام الباقر، من هو آباؤه، ذكرى ميلاد بقية الله العظم الإمام صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد أختم كلامي بحديث شريف مختصر. قبل أن أقرأ الحديث الشريف في ذكرى ميلاد الإمام أرواح العالمين فداه، نحن نقول له مرحبا سيدنا، مرحبا منقذ البشر، مرحبا بسيد الخلق في هذا العصر، مرحبا بإمام هذا العصر، مرحبا بصاحب هذا العصر والزمن. ولكن نحن نقول له مرحبا ولكن هناك من قال له مرحبا في يوم مولده الشريف، حسب لعله ما يظهر من الرواية الشريفة. هذه الرواية الشريفة رواها الحسين بن حمدان في كتابه الهداية الكبرى. الحسين بن حمدان من هو؟ ثقة جليل على الأصح، وكان يعيش في زمن الغيبة الصغرى، حسب بعض التواريخ سنة وفاته قبل 1102، سنة وفاته سنة 334 هجرية، يعني بعد انتهاء الغيبة الصغرى بخمس سنوات. هذا الشخص ولد بعد مولد الإمام أرواحنا فداه لعله بما يقارب من 20 سنة، الحسين بن حمدان. يعني يروي الروايات الشريفة عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بواسطة واحدة، هو ما رأى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، يروي عن الإمام العسكري بواسطة واحدة، قريب جدا من عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الحسين بن حمدان يروي هذه الرواية الشريفة بواسطة أو بواسطتين عن الإمام أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. قال من؟ الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. رواية جدا لطيفة. أرسل الله عز وجل، أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش. حتى وقف بين يدي الله تعالى. عندما ولد جاء ملكان أخذاه إلى سرادق العرش. أين سرادق العرش؟ لا أعلم. ما هو العرش؟ مرة شرحت لكم بعض ما ورد في الروايات الشريفة عن العرش.
حتى وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال له، الله عز وجل قال له، فقال له: مرحبا بك عبدي. جاءت إلى الدنيا، الله عز وجل أصعده بواسطة ملكين ورحب بي أهلا. فقال له: مرحبا بك عبدي المختار لنصرة ديني وإظهار أمري ومهدي خلقي. في بعض النسخ: عبادي، مهدي عبادي. آليت أني، آليت يعني أقسمت، الله يقول للإمام أرواحنا فداه، آليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك أعذب، أنت الملاك. ثم الله عز وجل قال للملكين: أردداه أيها الملكان. الله خطبه بهذا الخطاب، خلاص. أردداه أيها الملكان على أبيه ردا رفيقا وبلغاه. قولا للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، وبلغاه أنه في ضماني. يا حسن ابن علي أيها العسكري لا تخف، ابنك في ضماني أنا الله. وبلغاه أو أبلغاه في بعض النسخ أنه في ضماني وكنفي وبعيني أنا أرعاه إلى أن أحق به الحق وأزهق به الباطل ويكون الدين لي واصبا. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام العظيم أن يعجل فرج هذا الإمام العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقه أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي